الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعة الوطنية الثقيلة. تظاهرات مرتقبة في النيجر، وهيئة الأركان تعلن وضع الجيش في حالة استنفار قصوى. موسكو تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي روسية. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، ساعة إخبارية شاملة على نيل الأخبار. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاعات الصناعات الوطنية الثقيلة، أخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامة المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر. استعرض الاجتماع مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وكذلك جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي. أعلن حزب المصريين الأحرار تلقيه العديد من طلبات الانضمام إلى الحملة الشعبية التي دشنها لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. وكشف الحزب أن الطلبات شملت شخصيات عامة ومجتمعية ونخبا على كافة المستويات للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي. ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب أو المنضمين للحملة حديثا، وذلك لمتابعة الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك في ضوء خطوات حملة حزب المصريين الأحرار التي بدأت في 3 يوليو الماضي لدعم وتأييد واعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح الحزب الرئاسي. كما قرر حزب المؤتمر برئاسة الروبان عمر المختار صميدة دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. وأكد الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه الرئاسي على تضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح رئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. وقرر الحزب تشكيل لجنة داخلية برئاسة الروبان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة. تحتفل جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بذكرى مرور 80 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف حرصا بهذه المناسبة على تبادل خطابات التهنئة التي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية، وتعبيرا عن تميز هذه المناسبة بالنسبة لكلا الجانبين، حيث تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية ومسفيرو بالقاهرة بشعار مصر 80 روسيا، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية، هذا ما اتسمت به العلاقات بين مصر وروسيا الممتدة منذ أربعينيات القرن الماضي، وصاحبها تاريخ حافل من المواقف المشرفة على الساحة الدولية. طوال 8 عقود حافظت العلاقات على تماسكها وترابطها وتزداد قوة ومتانة كل يوم، أخذا بالاعتبار ما يتمتع به البلدان من ثقل سياسي على الصعيد الإقليمي والدولي، إلى جانب مقدرات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مميز. على مدار هذه السنوات كانت روسيا حاضرة في كل التحديات التي واجهت الدولة المصرية، كالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والانذار النووي الشهير الذي اطلقه الاتحاد السوفيتي انذاك، والذي مثل تهديدا مباشرا للدول المعتدية.
وكذلك موقف روسيا عام 1967 وإعادة تسليح الجيش المصري حتى تحقيق النصر في أكتوبر من عام 1973، مرورا بتأييدها إرادة الشعب المصري التي تجلت في ثورة 30 من يونيو. عقب ثورة 30 من يونيو عادت روسيا إلى المنطقة بوتيرة أسرع مما كانت عليه، لتأخذ علاقات البلدين منحا جديدا تعود معه إلى قوتها وترابطها، وذلك انطلاقا من رؤية مشتركة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، شهدت العلاقات المصرية الروسية تطورا نوعيا على صعيد المشروعات المشتركة كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس وغيرها من المشروعات العملاقة التي تبعث رسالة واضحة مفادها أن الشراكة لن تكون فقط على نهج الماضي بل ستقوى في المستقبل. انطلاقا من هذه الحقيقة جاءت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودخولها حيز التنفيذ في عام 2021، وهي الاتفاقية التي تعكس شراكة نموذجية تكمل عامها 80. تنطلق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر على أرض مصر. ويعد تدريب النجم الساطع أهم وأكبر التدريبات المشتركة بالشرق الأوسط، حيث يشارك به 8000 مقاتل من 34 دولة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023، أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023، تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري وتعظيم قدراته وفقا لتخصصاتهم المختلفة في المجالات كافة، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المصرية، احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة رقم 10 من مهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة القومية للأنفاق، والدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بعد إتمام دوراتهم التدريبية. في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري وتعظيم قدراتهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية، احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 10 لمهندس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندس الهيئة القومية للأنفاق، والدورة رقم 1 لمهندس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل. بدأ الحفل بمناقشة بحث الدورة الذي برز خلاله مدى التطور العلمي الذي وصل إليه المتدربين، كما تم استعراض الموقف التدريبي الذي تضمن شرحا مفصلا لبرنامج الدورات، وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التي شكلت لهم وعي ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية لخدمة الوطن. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، وألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل خريج وزارة النقل وفقا لرؤية الدولة المصرية من خلال إعداد كوادر تعمل وفقا لأعلى درجات الانضباط الذاتي
ومؤهلة بالعلوم الحديثة للعمل في مختلف القطاعات، فيما ألقى الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر، بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة. حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي وزارة النقل. استقبل محافظ السويس عبد المجيد صقر بمكتبه وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والوفد المرافق لها، وذلك على هامش افتتاح معرض السويس الأول للكتاب. وأكد محافظ السويس على أهمية ودور أجهزة وهيئات وزارة الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء عقل وشخصية الإنسان المصري، إلى جانب تحسين الذوق العام وحماية التراث. من جانبها أكدت وزيرة الثقافة حرص الوزارة على نشر الوعي بالقراءة وإقامة معارض الكتب في مختلف ربوع الجمهورية. تعرضت عدة مناطق شرق العاصمة السودانية الخرطوم إلى قصف مدفعي كثيف على تمركز قوات الدعم السريع، وقال شهود عيان إن منطقة أم درمان تشهد قصفا مماثلا مع تحليق مكثف للطيران. وبينما يقاتل الجيش قوات الدعم السريع في الخرطوم ومنطقتي كردفان ودارفور إلى الغرب، لا تزال مناطق وسط وشمال وشرق البلاد هادئة وتحت سيطرة الجيش. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في السودان قد تدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية. أعلنت هيئة الأركان في النيجر وضع الجيش في حالة استنفار قصوى، وقام بنشر وحدات تابعة له في الشوارع بالعاصمة نيامي وكذلك حول المقار الرسمية وذات الطبيعة السيادية. ومن المنتظر أن يشهد الميدان الرئيسي في العاصمة مظاهرة مؤيدة للمجلس العسكري ورافضة لأي تدخل أجنبي بالبلاد. بعد مرور نحو شهر على اندلاع الأزمة في النيجر، بات الدواء أمر من الداء في وقت وجدت فيه الدول العظمى بؤرة خصبة للتناحر بالوكالة على أراضيها. ففي وجه التهديدات الإقليمية والدولية بالتدخل العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، أعلن الجيش في النيجر وضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى بهدف استبعاد المفاجأة العامة وضمان الرد المناسب لأي عدوان، بحسب ما أعلن رئيس الأركان في النيجر. فبالتزامن مع السماح لجيشي بوركينا فاسو ومالي بمساندة جيش النيجر في مواجهة أي تدخل عسكري محتمل لتجمع الإكواس، شهدت العاصمة نيامي استنفارا أمنيا غير مسبوق وتحركات عسكرية في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية وحول المقار الرسمية. ورغم توالي وفود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا باسم الإكواس على نيامي في استماتة لرأب الصدع، إلا أنهم جددوا التأكيد على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة. التطورات الأخيرة جاءت بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر بين النيجر وفرنسا، بعدما أعلنت الأخيرة رفضها سحب السفير الفرنسي من نيامي بناء على طلب من سلطات النيجر له بمغادرة البلاد، فيما نفت نيامي طرد أي سفير لأي دولة إفريقية أو أوروبية. معنيون أفادوا بأن هناك دعوات جديدة بالتظاهر في الميدان الرئيسي بنيامي دعما للمجلس العسكري وتأكيدا على رفض استمرار الوجود الفرنسي بالبلاد، كما جددت الجزائر رفضها لاستعمال القوة أو التدخلات الخارجية في أزمة النيجر، الموقف الذي اتفقت معه الحكومة الإيطالية ودعت إلى تغليب الحل السياسي للأزمة. وبينما يعاني العالم ويلات حروب خلفت أزمات غير مسبوقة، حذرت روسيا من مغبة التدخل العسكري في النيجر على غرار السيناريو الليبي، متهمة الدول الغربية بالوقوف وراء الأزمات في إفريقيا، وملقية باللوم على ندها الأمريكي في تحفيز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمات إنسانية حول العالم.
جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل نحو استعادة الشرعية. وقال باتيلي إن الشعب الليبي قلق من استمرار الانقسام الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى. أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم طول كرم الواقع شمال غرب الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهة عنيفة اندلعت بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم وسط إطلاق مكثف للأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بشظايا رصاص الحي، وتم نقل المصابين 5 إلى المستشفى لتلقي العلاج. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة ونفذوا جولات استفزازية. وتجري يوميا اقتحامات للمسجد الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية في محاولة من قبل الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994. تجددت الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن التعديلات القضائية، وذلك للأسبوع 34 على التوالي. تتجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء. وخرجت مظاهرات في عشرات المدن والبلدات، منها تل أبيب وحيفا، وشارك عشرات الالاف في مظاهرة انطلقت من ميدان هبيمة وسط تل أبيب الى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع كابلان. وخلال المظاهرات انتقد زعيم المعارضة الاسرائيلي يائير لبيد وزير الامن القومي المتطرف إتمار بن جفير، متعهدا بمواصلة العمل ضد الحكومة الاسرائيلية الحالية. كان الكنيست قد صوت في 24 من يوليو الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تقليد ذريعة عدم المعقولية ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا من تطبيق ما يعرف باسم معيار المعقولية على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهو واحد من 8 مشروعات قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاء، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرتين أوكرانيتين صباح اليوم فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين. في غضون ذلك أفاد الجيش الأوكراني بأنه دمر 4 صواريخ كروز خلال غارة جوية روسية شاركت فيها 5 قاذفات استراتيجية. في رد فعل دفاعي أوكراني على الهجمات الروسية المتواصلة، أفادت القوات الجوية في كييف بأن الجيش الأوكراني دمر 4 صواريخ كروز فوق شمال ووسط أوكرانيا في غارة جوية روسية شاركت فيها 5 قاذفات استراتيجية روسية.
في غضون ذلك رصدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 8 أهداف في الجو، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن ضربات، وأضافت أن بقية الأهداف ربما كانت غير صائبة. في الوقت ذاته أعلنت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومانيوك أن الجيش الروسي يحتفظ ب12 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود بما في ذلك حاملة صواريخ. كما أضافت هومانيوك أن التهديد الصاروخي لا يزال قائما بالنسبة لأوكرانيا لأن حاملة الصواريخ لا تزال في مهمة قتالية بعد قيامها بمناورة بالانتقال من بحر أوزوف إلى البحر الأسود. على الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكوريسك الروسيتين. صراع وجودي بين روسيا وأوكرانيا يشمل ضربات متبادلة موجعة للجانبين وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليميا ودوليا دون وجود أمل في انفراج للأزمة. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوريجيا إفغيني بلاسكي أنه يجري الاستعداد حاليا لتحرير المدينة من سيطرة النظام الأوكراني. وقال بلاتسكي إن روسيا لديها كافة المعلومات الميدانية بما في ذلك مواقع تمركز القوات الأوكرانية، مضيفا أن عددا كبيرا من السكان في المقاطعة يبدون استعدادا لنقل المعلومات الميدانية ومساعدة القوات الروسية للتخلص من النظام الأوكراني في أسرع وقت. حثت المفوضية الأوروبية روسيا على تجديد الاتفاق الذي يسمح بنقل الحبوب الأوكرانية بأمان من خلال موانئ البحر الأسود، وقالت إن القيود الروسية تسببت في مشكلات ليس فقط لأوكرانيا ولكن للعديد من الدول النامية أيضا. انتقاد أوروبي جديد للانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود. نائب رئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفاسكس قال إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط وإنما للعديد من الدول النامية أيضا، قائلا خلال مشاركته في اجتماع وزراء تجارة مجموعة الـ20 في الهند إن روسيا تستخدم الحبوب كسلاح وإن أوروبا تدعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود. وأوضح المسؤول الأوروبي أنه تم حتى الآن تصدير نحو 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة من خلال طرق بديلة عبر بولندا ورومانيا، ما يوفر شريان حياة مهما لأوكرانيا. وبحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية يستخدم التكتل الطرق البديلة أو ما يطلق عليها ممرات التضامن منذ مايو عام 2022، حيث جرى إنشاء مسارات لوجستية بديلة عبر سكك الحديد والطرق البرية والممرات المائية الداخلية، ساعدت وفق بيانات الاتحاد على تصدير أكثر من 36 مليون طن من المنتجات غير الزراعية بما في ذلك خام الحديد والصلب والأخشاب. وتحاول تركيا إقناع روسيا بالعودة للاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة قبل عام وانتهى سريانه الشهر الماضي. وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو. وساعد الاتفاق خلال فترة سريانه في خروج شحنات من الحبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان عبر الموانئ الأوكرانية في أوديسا، ومنذ انتهاء العمل به تستهدف موسكو تلك الموانئ بالصواريخ والطائرات المسيرة لمنع أوكرانيا من استئناف عمليات التصدير. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني. جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية كانت قد أفادت بأن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من درجة صنع الأسلحة وقلصت بعض مخزوناتها،
وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية. خطت كوريا الشمالية خطوة نحو مزيد من الانفتاح بعد عزلة صارمة فرضتها خلال جائحة كوفيد-19 من خلال السماح لمواطنيها المقيمين في الخارج بدخول البلاد. وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أمام العائدين من الخارج في أوائل عام 2020 لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن بعض المؤشرات في الأسابيع الماضية رجحت التوجه بشكل متزايد لإعادة فتحها. ومن المقرر وضع العائدين من الخارج إلى كوريا الشمالية تحت رقابة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع. نشرتنا متواصلة معكم، نتابع فيها المزيد من أحداثنا بعد الفاصل. مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية المارينز في تحطم طائرة في أستراليا. ونتحول إلى أهم وآخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد وصحبة محمد عبد الحكم. إليك محمد، أهلا بك. شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تدشين مرحلة جديدة من المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بالأقصر. دشن وزير التموين علي المصلحي مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية لمنتجات غذائية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية، وقد تم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تقدر ب1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظة الأقصر. وتأتي تلك المرحلة بعد وضع حجر أساس أول مخزون في السويس منذ أكثر من شهر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام. وعلى هامش وضع حجر الأساس أشار الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لنحو أربعة أشهر، والزيت لأكثر من 6 أشهر، والأرز لأكثر من 3 أشهر، كما أشار إلى أن احتياطي السكر كاف حتى إبريل المقبل. بدأت محافظة الأقصر في إنشاء معارض أهلا مدارس كغيرها من المحافظات الأخرى. يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من تطوير المجمعات والمخازن، حيث أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها انتهت من ميكنة المخازن وتطوير 65% من المجمعات. من جمعيتي إلى المعارض بالأقصر لا يختلف الحال كثيرا من حيث الوفرة في السلع أو التخفيضات، فهنا أقيمت المعارض مبكرا لأهل المدارس جنبا إلى جنب مع السلع الغذائية والتخفيضات تصل إلى 30%. المتواجدين في معرض أهل المدارس والسلع الغذائية، وده يقام سنويا بأسعار مخفضة تصل إلى 25% بالاشتراك مع شركات السلع الغذائية والمحلات الخاصة. جمعيتي هي الأخرى والتي وصل عددها إلى 180 فرع تباع بها السلع الحرة بتخفيضات تصل إلى 30% إضافة إلى توفيرها لفرص العمل للشباب. وفرنا سلع تموينية أو سلع مدعمة للمواطن وسلع الحرة، والحمد لله طبعا مع الزيادة وكان كله، ففي دلوقتي معايا بعض العمالة شغالين معايا، فأصبح دلوقتي في عمالة شغالين من الشباب طبعا الخريجين، والحمد لله النهاردة في مثلا سلع تموينية متوفرة. هي منظومة متكاملة إذن قامت بها التموين من خلال إقامة المعارض وتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع. وبحسب المسؤولين فإن المخزون الاستراتيجي من السلع يتخطى 6 أشهر، رغم أن وضع الدولة في أريحية كبيرة في توفير السلع للمواطنين والتخفيضات أيضا. فالمخازن قد طورت وتوافر بها ما يزيد عن 30 سلعة لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم. الدور الرقابي بيكون ليه الأولوية بالنسبة للسلع الاستراتيجية ومدى توافرها، وبيتم رصد الأرصدة تقريبا كل حوالي 2 ساعة، وبيتم إخطار الوزارة بها والسيد معالي محافظ الأقصر والسيد الدكتور وكيل الوزارة، وبيتم متابعتها بصفة دورية لتوافر وضمان توافر
جميع السلع خلال الشهر وعلى مدار اليوم. تم الربط الرقمي ما بين ما يقوم به البدال التمويني والسيستم الشركة المصرية من خلال ما كان جميع فروع الشركة، ما يتم صرفه من التاجر للمستهلك يتم بالظهور على السيستم عندي داخل الفروع الشركة المصرية، وهو ما يتم صرفه للبدال التمويني من خلال فروع منتشرة للشركة المصرية لريادة الجملة. أما المجمعات الاستهلاكية فإن التخفيض بها وصل إلى 30% إضافة إلى تواجد 1300 صنفة من السلع. الأسعار هنا مخفضة في حدود 20-25%، يمكن السكر ب 18، الرز ب 20، الدقيق ب 18، جميع السلع. فيه طبعا اللحمة البرازيلي 160 جنيه بره طبعا 220، في لحوم السوداني ب 220. وما بين هذا وذاك فإن التطوير مستمر في كل قطاعات التموين بحسب المسؤولين، والهدف هو الوصول للمواطن بخدماته التموينية وسلعه إلى أفضل حال. رمضان الشحاتة، النيل. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لنحو 1.3 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 92%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 55%. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار استكمال تسليم وحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءات تسليم أكثر من 4100 وحدة للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى. وأوضح وزير الإسكان أن المرحلة الأولى تضم نحو 326 عمارة بها نحو 9024 وحدة سكنية، وأن الخدمات بالمشروع تشمل 3 مدارس وحضانتين ومخبزين ومركزين طبيين وأربعة أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة. تولي الدولة اهتماما كبيرا بمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، حيث تعد صناعة الألبان من الصناعات المهمة التي يعتمد تطويرها وقيامها على زيادة إنتاج الألبان. وزارة الزراعة قامت بتطوير 230 مركزا لتجميع الألبان، وأنشأت 41 مركز ألبان جديد ضمن مبادرة حياة كريمة. تطوير مراكز تجميع الألبان هدف رئيسي وأولوية كبيرة تسعى الدولة لتحقيقه ضمانا للحصول على كوب لبن صحي وآمن. وفي هذا الصدد طورت الدولة ما يقرب من 230 مركزا، من بينهم 130 مركزا معتمدا لصناعة الألبان بشكل جيد وسليم. يوجد حوالي 16 مركز تجميع ألبان مطور، وبيتم متابعته الدوريه ليه اسبوعيا، والوقوف على العقبات او المساعده لصاحب المركز، كما بيتم الحين تاهيل بعض تلك المراكز للحصول على شهاده الهصب. طبعا ده كله بيعتمد برضك، بيتم الطب البيطري بيقوم بعمل سجلات ومتابعه للحيوانات او اصحاب الحيوانات التي تاتي بتلك الالبان الى تلك المراكز، للتاكد ان تلك المراكز تتبع للخطوات الصحيه السليمه للحصول على كوب لبن صحي ونظيف. منتجات الالبان تخضع لرقابه صحيه شديده داخل مراكز تجميع الالبان عبر اخذ عينات من اللبن والكشف عن اللون والطعم ودرجه الحراره ضمانا لسلامه وامان المنتج، لا سيما في ظل سلعة شديدة التأثر بأي تلوث. وفي هذا الصدد تقوم وزارة الزراعة بالعديد من التسهيلات نحو إنشاء المزيد من هذه المراكز. أي واحد عايز يعمل مركز تجميع ألبان في نموذج موجود معد من الوزارة، تنتقل طبعا لجنة من وزارة الزراعة بالإدارة الزراعية قسم الإنتاج الحيواني مع الطب البيطري، بنشوف الموقع على الطبيعة، طبعا لازم يكون الموقع مظبوط بالنسبة للأرضيات، الأرضيات تكون متبلطة، بالنسبة للجدران تكون ملساء، بالنسبة للحوائط طبعا، بالنسبة للفتحات تكون محكمة عشان بالنسبة للحشرات أو بالنسبة للقوارض أو بالنسبة للحاجات دي تكون ممنوعة. أصحاب مراكز تجميع الألبان أشادوا بما يقدم لهم من خدمات فنية وإرشادية من قبل وزارة الزراعة والطب البيطري باتجاه تطوير وتحديث هذه المراكز. أنا ما كنتش الأول ولا بحلل ولا تحاليل ولا أي حاجة، هم بقى يجوا تابعوا معايا بقى هالوقت، يعني في الدكتوره بتجيني على طول متابعه معايا، طبعا النهارده دي لبن مين؟ طيب جاي من انهي مصدر؟
نروح بقى هم يطلعوا بقى اقول مثلا جاي من المعفن مثلا جاي من بحر البقر جاي من هنا، يبقى هو بيطلع يحلل اللي يجيب اللبن ده يحلله شو البروسيلا والامراض اللي فيه يعني وبتاع. وانا باجي هنا طبعا لو في اي حاجه بقول لي لا استوب دي ما وقف العميل ده. الدولة وهي تسعى لتطوير مراكز تجميع الألبان تقدم تسهيلات كبيرة للراغبين في إنشاء هذه المراكز، وفي الوقت نفسه تفرض إجراءات صارمة على واحدة من أهم المنتجات شديدة التأثر بأي تلوث وهي منتجات الألبان، ضمانا للحصول على كوب لبن آمن وصحي وسليم. من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، النيل. قال وزير المالية الروسي أنطوان سيلانوفا إن دول بريكس أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا، وأشار الوزير إلى أن روسيا في إطار مجموعة بريكس تنجح في حل المشكلات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بتبادل السلع والتسويات والتي يصعب حلها مع الدول الغربية. كما أوضح وزير المالية الروسي أن بريكس يهدف إلى تحسين ظروف شعوبه وزيادة تنمية الإمكانات الاقتصادية على أساس غير مسيس وعلى أساس المنفعة المتبادلة للدول. أكدت وزارة المالية الروسية أن اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا مهتمة بمواصلة الشركات الأجنبية لعملها في الأراضي الروسية، وأفاد بيان للوزارة بأنها يجرى تهيئة الظروف اللازمة للشركات التي قررت البقاء في روسيا بما في ذلك السماح بدفع الأرباح وسداد الديون داخل الشركات، مشيرا إلى أنه من قرر بيع الشركات لا يتم إجباره على تخفيض السعر النهائي. وتابع البيان أنه لا يتم إجراء التسعير من قبل أعضاء اللجنة الحكومية الروسية بل من قبل جهة مستقلة، ولا يمكن أن يتغير السعر إلا إذا أشارت اللجنة إلى خطأ في تقييم القيمة السوقية للشركات الأجنبية. أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتقاء الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات 15 الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا. وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 فقد ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة، وشمل ذلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. أعلنت فرنسا أن الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية من أجل تحقيق الحياد الكربوني في البلاد بحلول عام 2050. من جهته أكد رئيس الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية على ضرورة إنتاج الطاقات المتجددة باعتبارها أن الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية في كل الأحوال، وتستهلك فرنسا 63% من الوقود الإحفوري والذي يتم إنتاجه في بلدان أخرى، وهو ما يكلف فرنسا سنويا ما بين 50 و100 مليار يورو. وبحلول عام 2035 لا يوجد حل آخر سوى إنتاج الطاقات المتجددة. نهاية أخبار الاقتصاد، ونعود من جديد إلى زميلتي ريهام رجائي. لك ريهام. أشكرك محمد على هذه المتابعة، ونواصل نشرتنا، حيث أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الجهات المعنية في بلاده تقدم كافة المساعدة الممكنة لمساعدة القوات الأمريكية في إنقاذ أفراد المروحية التي تحطمت صباح اليوم قبالة ساحل داروين، واصفا الحادث بالمؤسف. وأفادت التقارير الأولية بأن ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية المارينز قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة بعد تحطم مروحية أمريكية على متنها 23 شخصا قبالة سواحل داروين. خلال تدريبات عسكرية مشتركة تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على جزيرة استرالية نائية شمال البر الرئيسي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. الطائرة هي من طراز أوسبري وكانت تنقل جنودا أمريكيين، بينما كان على متنها مجموعة من 23 عنصرا. مسؤول عسكري أمريكي أكد من جهته أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، مشيرا إلى فتح تحقيق في أسباب الحادث.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أعرب عن أسفه للحادث المأساوي، مؤكدا أن السلطات تعمل على محاولة فهم أسباب وقوع الحادث. كانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي بمشاركة آلاف الجنود، إضافة إلى قوات من دول أخرى كإندونيسيا والفلبين. وطائرة أوسبري قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية. وتتولى هذه الطائرة مهام أبرزها النقل، وهي من الأبرز في أسطول قوات البحرية ومشاة البحرية المارينز، إلا أن سجلها في مجال السلامة الملاحية واجه أسئلة عدة في ظل تعدد الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية. وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأمريكي، مع سعي البلدين الحليفين إلى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أكد علماء بحار أن مستويات التلوث بالبلاستيك في بحيرة ليمان، إحدى أكبر بحيرات المياه العذبة في أوروبا، هي بنفس الارتفاع في محيطات العالم. تعد البحيرة الأكبر في أوروبا الغربية، حيث تبلغ مساحتها 583 كيلومتر مربع عبر فرنسا وسويسرا، وتغذي جزئيا تغذى من قبل الأنهار الجليدية بجبال الألب، ويصب في نهر الذي يصب في نهاية المطاف في البحر المتوسط. وأكد علماء البحار أن الجسيمات البلاستيكية تستمد من تحلل النفايات البلاستيكية الصناعية مع مرور الوقت، وتتراكم في محيطات العالم، معبرين عن قلقهم من ارتفاع استهلاك البلاستيك. متواصلون معكم ومن أحداثنا بعد الفاصل. أردنية تتعامل مع سلاحف كأولادها وتقول إنها تمثل جزءا لا يتجزأ من حياتها. سلاحفها مثل أبنائها، تقوم سيدة أردنية بتربية السلاحف منذ أكثر من 20 عاما في حديقة منزل عائلتها بعمان، في إطار دعوتها لحماية هذه الزواحف المهددة. وحصلت المدافعة عن السلاحف على جوائز دولية لجهودها في زيادة الوعي من أجل حماية هذه الكائنات المهددة. بشغف ورعاية تربي الأردنية عبير البلبيسي الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم البيئية المائية السلاحف البرية منذ أكثر من 20 عاما في حديقة منزل عائلتها بعمان، في إطار دعوتها لحماية هذه الزواحف. وبدأت علاقة عبير البلبيسي مؤسسة ورئيسة الجمعية الأردنية لحماية السلاحف البحرية والبرية بالسلاحف، عندما وجد والدها واحدة منها في حديقة منزلهم. بدأت فكرتي في تربية السلاحف من لما الوالد لقى أول سلحفة في حديقة البيت. طبعا انبسطنا انه في حيوان اليف موجود عندنا في الحديقه، كنا نسمع انه السلحفه كائن لطيف وكائن حتى مغلوب على امره، ويقال كمان انه السلاحف البريه وجودها بالبيت بيجلب الحظ والرزق. ومع وجود عشرات السلاحف حولها، صممت عاشقه السلاحف مساحه خاصه لحيواناتها الاليفه تتسع لنحو 30 سلحفاه مختلفه الاحجام والاعمار. هلا السلاحف بعد ما بلشت اعتني فيها مع الفتره الزمنيه صارت بتشكل عندي شيء بيجلب لي سعاده، يعني صارت جزء لا يتجزا من حياتي، يعني ما بشعر انه ممكن سعادتي تكتمل بدون وجودهم. بحسهم زي اولادي اللي بيستنوني كل يوم اجي اطل عليهم، اتفقدهم، احط لهم اكل، اسال عنهم. في الاوقات اللي بكون فيها متاخره بتصل مع البيت بسال والدتي طعمتيهم اكل، شفتيهم، اتفقدتيهم، اعطيتيهم كل شيء. ومنذ تاسيسها في عام 2011 اطلقت الجمعيه الاردنيه لحمايه السلاحف البحريه والبريه مجموعه متنوعه من الحملات
لزيادة الوعي بخصوص هذه الكائنات، بما في ذلك تنظيم فعاليات بالمدارس وأنشطة للأطفال لتعريفهم بالتهديدات التي تواجه هذه الزواحف وكيفية توفير أفضل رعاية لها. وبالإضافة إلى جمعيتها، فقد حصلت المدافعة عن السلاحف على جوائز دولية لجهودها في زيادة الوعي من أجل حماية هذه الكائنات المهددة. وآخر محطة هذه الجولة عناوين أبرز أحداثها. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعة الوطنية الثقيلة. تظاهرات مرتقبة في النيجر، وهيئة الأركان تعلن وضع الجيش في حالة استنفار قصوى. موسكو تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي روسية. ختام ساعتنا الإخبارية الشاملة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.